شاهد الآن الجهاد المشاركة في هذا الشوط أخذت أماكنها، فتحت البوابات وانطلقت الجهاد والأفراس المنتجه محليا عمر 4 سنوات فأكثر التي لم تربح في شوطنا الأول من علامة 2400 متر، مقدار الجائزة 54,000 ريال. والتقدم يأتي الآن لفنر السرور، يتقدم في هذا الشوط مع محاولات من مجاب الآن في المركز الثاني والمركز الثالث لطفوة. تشاهدون الآن الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر 4 سنوات فأكثر التي تحاول الابتعاد عن هذه الفئة، فئة الخيل التي لم تربح، ولا زال التقدم لفنر السرور مع محاولات من مجاب ومحاولات من البقية وانعدام جزئي للرؤية في هذه اللحظات، والمحاولات لمركب في المركز الثاني، محاولات تأتي الآن لجابي في المركز الثالث، والدخول من مجاب في المركز الثاني والمركز الأول. لا زال لفنر السرور المحاذاة بين فنر السرور ومجاب في هذه اللحظة، ومجاب يحاول أن يخطف المركز الأول، فنر السرور يحاول أيضا عدم التنازل عن المركز الأول مع محاولات من جابي في المركز الثالث. فنر السرور ومجاب، مجاب يتقدم في هذه اللحظة، في هذه اللحظات مجاب يتقدم ابن أقول لك بقيادة سيزر ديمينغو عن بقية الجياد مع محاولات من طف، والآن للتقدم للمركز الثاني والمركز الثالث للجودلية، التقدم لطف والآن للمركز الثاني مع الاقتراب من المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات، ولا زال التقدم يأتي لمصلحة مجاب الآن مع محاولات من طفوة. طفوة تتقدم الآن لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، طفوة ابن الشلال تتقدم بقيادة عبد الله سليمان العظيم مع المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم، طفوة تتقدم مع محاولات الآن في هذه اللحظة من ذكوان للتقدم، والمحاولة للجودلية، طفوة الجودلية، طفوة تتقدم بكل قوة في الشوط الأول، طفوة تحاول أن تتقدم، وبنت الحبيبة تحاول في هذه اللحظة، بنت الحبيبة تتقدم، طفوة تحصل على المركز الأول في اللحظات الأخيرة وتحافظ على المركز الأول، طفوة لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بنت الحبيبة المركز الثاني.